بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد اللهوي، عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، ورئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية بالجهة الشرقية. ننظم هذا الملتقى الثالث للإدارة التربوية بالجهة الشرقية تحت شعار الإدارة التربوية دعامة أساسية لتنزيل الإصلاح المنشود، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. والغرض من تنظيم، وهذا هو الملتقى الثالث بعد أن نظمنا الأول بإقليم فيقيك سنة 2012، والثاني بإقليم الدريو سنة 2013، وهذا الملتقى الثالث بإقليم الناظور عام 2015. الغرض من تنظيم هذه الملتقيات وغيرها الإشعاعية بالنسبة للجمعية الوطنية هي بمثابة محطات نعزز من خلالها مكانة الجمعية الوطنية، ثم نساهم من خلالها في الإصلاحات المنشودة للمنظومة التعليمية ببلادنا، حتى تبقى الجمعية الوطنية قوة اقتراح تعطي البدائل وتساهم في كل الإصلاحات المنشودة، خاصة وأن الإدارة التربوية هي العنصر البشري الممارس في الميدان والذي يمرر كل الأمور المتعلقة بالفعل التربوي اليومي داخل المؤسسة التعليمية. ومن خلال هذه الملتقيات فإننا نطالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتحسين أوضاع الإدارة التربوية وتأهيلها حتى تؤدي المهام المنوطة المتشعبة من طبيعة الحال واللامحدودة، حتى تؤديها هذه الإدارة التربوية على أحسن وجه، خاصة وأن الإدارة التربوية هي التي يعني ممكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الرفع من مردودية المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال تحفيز وتعبئة طاقة التربوية داخل المؤسسة. ولهذا الغرض نطالب بإخراج مشروع الإطار، إطار مدير، نطالب وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية على كل المطالب التي تقدمت بها الجمعية الوطنية، وعلى رأسها مطلب الإطار الذي سيعزز مكانة الإدارة التربوية كما قلت، بكونها هي المحرك الأساسي، هي المكون الأساسي للفعل التربوي داخل المؤسسات التربوية. لذلك اخترنا هذا الشعار: الإدارة التربوية مدخل أساسي لكل إصلاح منشود. والسلام عليكم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اليوم هو عرس للاحتفال بالملتقى الجهوي الثالث للإدارة التربوية تحت شعار الإدارة التربوية دعامة أساسية لتنزيل الإصلاح المنشود. هذا الملتقى نظمه المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومدير التعليم الابتدائي بالمغرب. وفي الحقيقة هو جسر تواصل ما بين جميع المديرات والمديرين بالجهة الشرقية. نحن جد مسرورون بهذا الملتقى، ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر مثل هذه اللقاءات، لأنها تزيد بالأمام إلى الإدارة التربوية بصفة عامة في المغرب بأكمله. إذن نشكر الجميع الحاضرين في هذا الملتقى، سواء خارج إقليم الناظور أو داخله، ونتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم. ينظم المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بشراكة مع أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية هذا الملتقى الجهوي الثالث للإدارة التربوية. وكما تعلمون بأن الإدارة التربوية هي الركيزة الأساسية أو الدعم الأساسي كما جاء في الشعار لتنزيل أي إصلاح منشود، بحكم أن الإدارة التربوية هي المحور الرئيسي الذي تدور حوله كل الإصلاحات، لأن الإدارة التربوية هي الفاعل الأساسي في الميدان وفي المؤسسات التعليمية، وهي الصاهرة على تفعيل جميع مقتضيات الإصلاح وجميع المذكرات الداعمة للإصلاح التربوي، كما أنها وبشراكة مع جميع الفاعلين، سواء العاملين داخل المؤسسات التعليمية أو المحيط الشركاء، هم الركائز الأساسية لأي تفعيل للإصلاح التربوي. وبالمناسبة فإن الملتقى الجهوي كما لاحظتم أنه كان ناجح وكان بحضور
جميع النواب الجهة ورئيس الأكاديمية والفعاليات ورؤساء المصالح كلهم شاعرين بأن لا يمكن الاستغناء عن الإدارة التربوية في تنزيل أي إصلاح منشود على الأرض، وبالتالي فإن الحضور المكثف لجميع المصالح ولجميع الفاعلين من نقابات ومجتمع مدني هذا يدل بجلاء بأن الإصلاح التربوي ضرورة ملحة وهي قضية وطنية بعد القضية الوطنية الأولى اللي هي الوحدة الترابية. وفي نفس السياق لا يمكن بتاتا أن ينجح أي مشروع للإصلاح في ظل غياب تأهيل الإدارة التربوية ودعم الإدارة التربوية على المستوى المادي البشري، على مستوى الموارد البشرية، وعلى مستوى كذلك كل ما يمكن الإدارة التربوية من القيام بدورها المنوط بها من أجل تحسين جودة التعليم ومن أجل تأهيل المؤسسة التربوية سواء على المستوى التعليم الابتدائي أو على المستوى الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. لا يمكن لأي إصلاح أن يحقق أهدافه سواء الإجرائية أو العامة بدون أن نؤهل وأن نمد الإدارة التربوية بالوسائل الضرورية من أجل تنزيل إصلاح ومن أجل الرفع من مستوى المؤسسات التعليمية.